السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. شكرا لكم على تتبعكم ليا، كنشكركم بزاف. وكنقول للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي يحاولوا يشتركوا ويضغطوا على الجرس باش دائما يبقى يوصل ليهم الجديد. هذا النهار دايرين اكله جديده، غادي نشوفوا راجل اش غادي يطيب لينا اليوم. غادي نديروا اللينغويني بالروغولا، تشيري توميروس اند جريل تشيكن بريست. اكلة سامبل فيها غير التومة و تشيري توميروس والروغولا اللي هي بحال سبينش مي شوية البنة ديالها مختلفة، لينغويني سباغيتي المعروفة، و تشيكن بريست كنرقدوه مارينيريد في السولت بابر الزيت وشوية الحامض، الملحة والبزار الحار وزيت العود. Very simple. Thank you.
المهم الاكله ديالنا ها هي وجدات سالات، كنزيدوا ليها البارميزان تشيز، وكتجي صراحة واعرة بزاف. نتمنى انكم تجربوها، ولا جربتوها ما غاديش ندموا، لان كتجي فيها واحد البنة خطيرة زوينة بزاف بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها. المهم نخليكم على خير، ونتمنى ان هذا الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، وإلى عجبكم خليوا لي تعليق وديروا لي لايك.